مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في موسم جديد من عين التعليم، واللي يطلع عليكم في كل أسبوع بمواضيعه الشيقة وفقراته المتنوعة. حياك الله علي. أكيد وحياكم الله مشاهدينا ومتابعينا، حياكم في كل حلقة من حلقات هذا الموسم اللي شاركنا ضيف مختص نناقشة ونحاوره في موضوع الحلقة الرئيسي. راح نصحبكم معنا في الجولة في الميدان التعليمي، أكيد ننقل للمشاهدين كل ما يهم الطالب والأسرة وأيضاً المعلم. أكيد، وأيضاً جديد موسمنا السادس حكاية قرار، واللي راح نستعرض فيه أهم القرارات في تاريخ التعليم، وسنضع المختصين والمهتمين في الإطار ليعطونا نصائح وتوجيهات في الموضوعات اللي تهم الطالب والمدرسة والأسرة. وهذه الحلقة أو الموسم هذا كله برعاية شركة تطوير للخدمات التعليمية. ولا ينسون مشاهدينا يتواصلون معنا عبر حسابنا على تويتر وأيضا على هاشتاغ البرنامج عين التعليم، ورح نستقبل طبعا جميع مشاركاتكم واقتراحاتكم، بالإضافة لسؤال السحب اللي راح يكون في نهاية كل حلقة، والحلقة التالية بنستعرض معهم أكيد الفائز والنتائج. صحيح يا عهد، ونبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم بأهم الأخبار والعناوين. أمير منطقة الرياض بالنيابة يفتتح مبنى الكلية التقنية الرقمية للبنات. وزير التعليم ينوه بدعم القيادة لقطاع التعليم بعد إقرار الميزانية. نائب وزير التعليم للجامعات يشارك في القمة التعليمية العالمية بدبي. التدريب التقني يحصد المرتبة التاسعة في مؤشر المعرفة العالمي 2021. وإلى الأخبار، ونبدأ بالخبر الأول. دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مبنى الكلية التقنية الرقمية للبنات في الرياض بطاقة استيعابية تجاوزت 2000 متدربة، تضمنت أقسام الكلية عدة مجالات تواكب حاجة سوق العمل الرقمي. لمزيد من التفاصيل نتابع وإياكم هذا التقرير. أعد أن أبذل جهدي وأن أقوم بما يجب نحو الله ثم الملك والوطن، وأن أقوم بمساعدة الناس في جميع الظروف، وأن أقوم بقانون الكشافة. اليوم في كلية رقمية، وهذا السوق حقيقة واعد جدا كبير. المملكة الحمد لله رائدة في المجالات الرقمية، ولذلك يعني بناتنا اليوم حقيقة رائدات كذلك في تميزهن، وحقيقة في كذلك تلبية احتياجات القطاع الخاص. رؤية المملكة 2030 طموحة جدا، تطلب أن يكون عندنا كذلك شعب حقيقة كذلك حيوي، مجتمع حيوي حقيقة ما شاء الله حيويات متميزات، لكن دائما ننظر خطوة إلى الأمام. خطوة إلى الأمام معناها أن الآن السوق يحتاج إلى مهارات. الكلية طبعا تهدف، هذه الكلية الرقمية تهدف سد احتياج سوق العمل من الكوادر المؤهلة من فتيات الوطن. واليوم الحمد لله إلى جانب افتتاح الكلية تم افتتاح أيضا أكاديميتين هواوي وأمازون، إلى جانب الأكاديميات الموجودة أساسا في الكلية اللي هي أوريكل وسيسكو وأدوبي. سعيدة جدا بحضور الأمير بهذا الافتتاح العظيم، وجدا مبسوطين، كنا ننتظر هاللحظة من زمان كونه يشرفنا. بنيابة عني أنا وعن زميلاتي بإذن الله إن بنكون قادرين على تحقيق
رؤية 2030، وإن شاء الله نكون قدها بإذن الله ونكون فخر لوطننا، قادرين نحقق أي شيء بإذن الله. الوطن هيئ لنا وأعطانا إمكانيات كبيرة كثير، جاء دورنا إحنا نثبت لهم إنه إحنا كنا قد العطاء اللي هم أعطونا إياه. تكون لنا إن شاء الله بالمستقبل بصمة كبيرة. أوجه رسالة لنفسي ولزميلاتي ولكل اللي يدرس، شدوا حيلكم ومصير المستقبل لكم، ولا تفكرون إنه أي تخصص ما فيه مستقبل، كل التخصصات لها مستقبل. كنت أحب التصميم الجرافيك قبل ما أدخل التخصص، أطمح إني أكون بإذن الله الفيديو هذا إني أشوفه بعدين إني أكون مؤسسة شركة تسويقية تكون بإذن الله توصل للعالمية. صراحة يعني في دعم مرة كبير للشباب، وحرام إنه ما يستغلونه. ننتقل بعد إلى خبرنا الثاني، فقد أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن ما تم تخصيصه من ميزانيات مالية لقطاع التعليم في عام 2022 يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بأهمية التعليم في بناء الإنسان وتنمية الوطن، وبين أن من أهم أولويات وزارة التعليم التي ستعمل عليها خلال عام 2022 الاستمرار في تعزيز التنافسية العالمية ودعم البحث والابتكار. نتابع وإياكم جزءاً من كلمة وزير التعليم. أشيد بهذه الميزانية وأهنئ الجميع عليها، جعلها الله ميزانية خير وبركة، وأشيد أيضاً بالدعم السخي الذي حصل عليه قطاع التعليم من سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسيدي سمو ولي العهد، وهم يتابعون كل ما يهم التعليم ويهم المواطن في كل أعماله. شارك معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد سديري في الجلسة الوزارية لمؤتمر القمة التعليمية العالمية في دبي بحضور أكثر من 2000 مشارك في التعليم العالي، وأوضح معالي أن وزارة التعليم في المملكة مستمرة في تطوير منظومة التعليم من خلال عدد من البرامج والمبادرات النوعية التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. حقق التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية مرتبة عالية متقدمة حسب نتائج مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث احتل المركز التاسع عالميا للعام الحالي عام 2021 بعد أن كانت تحتل المركز الثاني عشر في عام 2020. إذن أعزائي المشاهدين، وبهذا الخبر تنتهي جولتنا الإخبارية، ولكن فقرات برنامجنا ما زالت مستمرة معكم، ولكن بعد هذا الفاصل. هذا البرنامج برعاية شركة تطوير للخدمات التعليمية لتعليم أفضل. حياكم الله من جديد متابعينا، مستمرين معاكم في حلقتنا الأولى من برنامج عين التعليم. وبين مصادر التعلم المتاحة وأساليب التدريس الحديثة، أصبح التعلم اليوم يواكب التقدم التقني الكبير اللي قاعدين نمر فيه، ونشوف ما شاء الله كل هذه النتائج والمخرجات وسط التحديات فرضها التعليم التقني على أبطال وجنود التعليم. أكيد يا عهد، ولكن معلمين اليوم لا يمكن لأي تحدي أن يقف عائق أمام إبداعهم وتميزهم، فهم يطورون مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا قادرين على جذب الطلاب وتشجيعهم على التشارك في صناعة تعليم فعال من خلال استخدام التقنية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن دور المعلم في عصر التقنيات الرقمية. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نناقش تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو. يعيش العالم اليوم العديد من المتغيرات والتحولات في جميع المجالات،
ويشكل التعليم أحد أهم هذه التحولات الجوهرية. فاليوم لم يعد استخدام التقنية الرقمية في التعليم أمر اختياري، بل أصبح شرطاً ضرورياً لمواكبة تطورات العصر الحديث. فغيرت التكنولوجيا الأدوار وبدلت المفاهيم التقليدية التي اعتدنا عليها في الماضي، وحولت العملية التعليمية من الطرق والأساليب التقليدية إلى توظيف التقنيات الرقمية بشكل عصري غير مسبوق. وهذا ليس بالأمر المستغرب على وقت يعرف بعصر التحول الرقمي، فخرجت وظيفة المعلم عن دورها التقليدي، وأصبح أمامه اليوم أدواراً وتحديات مختلفة فرضت عليه جهوداً عديدة لينقل الطالب من كونه مستقبلاً ومتلقياً إلى المرحلة التي يكون بها مشاركاً فعالاً في العملية التعليمية. ولا بد أن يتطلب هذا التحول العديد من المهارات التي يجب أن يمتلكها معلم العصر الرقمي بطريقة غير تقليدية، ليتعامل مع ثورة المعلومات بكفاءة ويثير دافعية الطلاب للتفاعل والبحث، ويزرع الإصرار على التعلم في نفوسهم، ليصبح لدينا جيل يسير بوتيرة سريعة نحو التحولات والتغيرات المستمرة في المستقبل. مشاهدينا، للحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا وضيفكم اللي انضم لنا في الاستوديو الدكتور محمد الحجالان، استاذ مشارك في اداره الجوده في التعلم الالكتروني بجامعه الملك سعود. اهلا وسهلا دكتور، حياك الله. الله يحييكم، شكرا لكم على هالاستضافه الجميله. حياك الله، شرفتنا والله دكتور محمد في اولى حلقاتنا لهذا اليوم مع موسمنا السادس والجديد. بما نتحدث حول التقنيه ونعرف انه مررنا بظروف كثيره في على مستوى العالم فيما يخص التعليم، نبدأ في البداية مع التحولات التعليمية. لو تحدثنا عن أبرز التحولات اللي مر فيها التعليم، وخاصة باستخدام تقنيات مختلفة للتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سؤال جدا مهم لفهم كيف مدخل التقنية في العملية التعليمية. حقيقة بدأ استخدام التقنية مع تطور استخدام التقنيات المتنوعة. جميل. باختصار شديد، منذ بدء اختراع هو الأجهزة السمعية أو الأجهزة المرئية المسموعة، الأجهزة التلفزيونات المغلقة، هنا بدأ التعليم تقريبا في الستينات أو السبعينات. ثم مع تطور التقنية واستحداثاتها والتقنيات الحديثة من خلال الأجهزة أو من خلال البرامج، بدأت عملية استخدام التقنية في العملية التعليمية تتطور بشكل جدا سريع، خاصة في أعتقد التسعينات أو قبل التسعينات الميلادية بقليل عند استحداث الحاسب الآلي وبالذات صخر الحاسب الآلي، وخاصة عندما بدأت أسعاره في متناول الجميع. هنا في هالنقطة هذه أحدثت ثورة كبيرة في عملية استخدامها في العملية التعليمية، بعد أن كانت عبارة عن وسائل بسيطة كانت تسمى تكنولوجيا، أصبحت الوسائل هذه أصبحت تستخدم بشكل عن طريق البرامج الحاسب وعن طريق. لكن أتوقع كان في تحولات في التعليم، يعني أول كان المعلم هو الوحيد مصدر المعلومة. نعم. هو اللي يعطيك الكتاب أو ربما هو الذي يكتب هذا الكتاب ثم يشرح، إلى أن تطور الناس حتى أصبحنا في المدارس نستخدم أساليب مختلفة. لكن هل ترى أنه ممكن كان في السابق في المدرسة يستخدم أدوات لا تعدو أن تكون يعني بروجيكتر، أو عفوا قبل بروجيكتر استخدم صحيفة، استخدم العاكس الضوئي على السبوره، يعني هذه كاحدث واكبر نقله موجوده في ذلك الوقت. فطبعا الجانب التقني تكلمنا عليه قبل شوي، في جانب اللي هو التربوي داخل الصف. تطور نظريات التعليم وتطور ادوار المعلم بسبب تطور التقنيه وتطور ادوار المعلم التربويه اصبح يوظف هذه التقنيه داخل الصف. ففي السابق مثلا كان يستخدم بعض الوسائل لإيضاح مثلا بعض الصور البيانية مثلا، الآن ممكن يستخدم بعض المقاطع المرئية مثلا لإيضاح أشياء أكثر وأعم. دور المعلم كان مركزي تربويا في السابق، كان هو اللي يتواصل مع المتعلمين أو الطالب، كان يعطيهم الأنشطة، كان يصحح، كان يوجه. الآن لا، أصبح في دخيل الآن أو بين الطالب والمعلم اللي هو التقنية أو المصادر المتعددة. فدور المعلم التربوي أصلا تغير فلسفيا، وتوافق هذا التغيير مع تطور التقنية بحد ذاتها. الآن كل تقنية جديدة تخرج، يعني حتى لو تلاحظون الآن الشبكات الاجتماعية على سبيل المثال للحصر تويتر أو غيرها، أصبح في هناك أناس يعني يحاولون يوظفونها في العملية التعليمية، كيف نوظفها بطريقة صحيحة.
الفيسبوك مثلا او اليوتيوب او المقاطع المرئيه وهكذا. انظمه اداره التعلم في الاونه الاخيره اللي تجمع اكثر من اداه داخلها. فالمعلم الان اصبح دوره انتقل من اللامركزيه اللي هو المدير وهو المنفذ وهو المصحح وهو الذي يدير كامل التفاعلات داخل الفصل، اصبح غير مركزي من خلال استخدامه للتقنيات، واصبح الان الاعتماد على التقنيه او على مصادر التعلم المتنوعه اللي تعتمد على التقنيه والطالب وتفاعلات اللي يحققها من خلال هو النظريات الحديثه. لكن معليش قصد الدكتور محمد، انا اقصد انه في التحولات قد يكون بعض الاحيان التحول في طريقه المنهج. اول كانت القاعده ثم تشرح، ولا طبعا الحديث ثم يشرح. صحيح. اليوم لا، قد يكون اختلف الوضع. اي طبعا هذا يجعلنا ننتقل ايضا مجال اخر اللي هو الفلسفات الحديثه. إيه؟ في عمليه التدريس الان اصبحت في توجهات كثيره لمثلا استخدام بعض المبادئ تعزيز الانشطه مثلا اللي هو التدريب والممارسه من خلال ادوات التقنيه. فاصبح المعلم مجال واسع انه يحول المنهج الى مثلا لعبه تعليميه تعتمد على التدريب والممارسه. مثلا الفصول المقلوبه، فأصبح المعلم من خلال الفصول المقلوبة يرسل المصادر التعلم المتنوعة سواء كانت مقاطع مرئية أو PDF أو مثلا مقاطع سمعية حتى للطالب، بحيث أنه يحاول أنه يفهمها ثم يضع وقت المحاضرة إلى حد كبير في محاولة مراجعة معه وتعزيز التعلم لديه أو تعزيز نقاط القوة ومحاولة يعني تثبيت هذه المعلومة لديه. فالفلسفات اللي وفرتها التقنية جعلت من هذه الأساليب تنمو، وخاصة التلعيب مثلا أو الاستخدام الألعاب التعليمية مثل ما ذكرنا قبل شوي، واللي هو الفصول المقلوبة هو يسمى الفصول المقلوبة أو عكس التعلم، وأيضا الأنشطة التعليمية المتنوعة اللي خارج اللي هو بيئة الصف. جميل. ممتاز. هو باختصار نقل عملية التعلم من داخل الصف فقط إنها تكون مستمرة ويكون في تفاعل مستمر من خلال الأدوات وتعزيز عملية التعلم للطالب. جميل. طيب دكتور محمد، يعني الآن ما شاء الله إحنا نشوف أن التقنية عندنا كل ما لها تتطور أكثر وأكثر في كل الجوانب، لكن نتكلم تحديدا عن التعليم، عن المعلم وعن الطالب. كيف التقنية ساهمت أن المخرجات في التعليم للطالب تكون أفضل وبشكل أوسع؟ طبعا بلغة بسيطة ما ودنا إحنا ندخل في طبعا أثبتت كثير الأبحاث والدراسات أنه التقنية ممكن يكون لها دور كبير في عملية تعزيز عملية التعلم، رفع مستوى الطلاب، مثلا رفع الكفاءة، تدريب الطلاب على بعض المهارات اللي هي المشاركة، التعلم التعاوني، التعلم الثنائي، في كثير من الاستراتيجيات. تطبيق هذه الاستراتيجيات ساهمت في أكثر يعني إذا استخدمت بشكل صحيح طبعا، ساهمت بشكل جدا كبير أنها تساعد في رفع إنتاجية الطالب ورفع كفاءته. في كثير من الأبحاث مثلا خلونا يعني نذكر خطابنا للمعلمين، في كثير من الأبحاث أو التقارير تفيد أن التقنية ترفع من مستوى الطالب لمستوى ضعيف عن الطالب لمستوى عالي، فهي ترفع أو تقرب ما بين مستويات الطلاب بشكل جدا كبير، وهذا طبعا على مسافات طويلة يؤدي إلى مخرج مثل ما ذكرتي، مخرج أعلى أو مخرج خلينا نقول يعني مواكب أو مخرج يمتلك مهارات أخرى. هذا من جانب التعليم. في جانب آخر يمكن ما ينتبه له بشكل عام اللي هو الممارسة التقنية. أنا خلال ممارسة التقنية مع المعلم، مع الإدارة، مع الطلاب، فهنا في عملية ثقافة محو أمية رقمية في التواصل، وهذا جزء أيضا آخر قد يكون غير مباشر إلا مهم اللي هو التواصل الصحيح من خلال التقنية، لا يكون تواصل سلبي. إضافة إلى المحتوى اللي ذكرناه في عملية رفع مستوى الطلبة في من خلال تطويع التقنية تربويا بشكل صحيح. جميل. طيب لو عددنا وش التقنيات اللي ممكن نقول أنها حديثة أحدثت نقلة نوعية خلال مثلا 5 سنوات التي مضت؟ طبعا خلال 10 سنوات تقريبا من عام تقريبا من 2007 او 5 اصبحت اللي هو الشبكات او الاغلب المواقع او اغلب التقنيات تقدم بشكل مجاني، وصارت واصبحت تدعم المعلم بشكل كبير. لو تكلمنا عنها كأداة، كثير من التقنيات مثل لوحات المناقشات مثلا أصبحت مجانية، بنوك الأسئلة وتخزين بنوك الأسئلة أصبحت مجانية وسهلة، واستخدموها كثير من المعلمين في الآونة الأخيرة في وضع الاختبارات. عندنا أيضا الآن في الآونة الأخيرة آخر سنتين اللي هي أنظمة إدارة التعلم اللي تجمع أكثر من أداة داخلها، ومعلم يحاول أن يطوع هالأداة على حسب خصائصها ووظائفها. يمكن هذه أغلب الوسائل التعليمية، لكن من أكثر الأشياء اللي نتكلم عنها ويتكلمون عنها لعملية المقاطع المرئية. الحين أصبح الطلاب يتجهون إلى النظر البصرية
عن سمعي عن، فأصبح التأثير الأشياء المرئية جدا كبير بالنسبة لهم، فأصبحت القنوات اللي هي المجانية أو عن طريق عين اللي هي الدروس المرئية أصبح لها تأثير جدا كبير في عملية استرجاع المعلومات وعملية صحيح. تعزيز التعلم. وأيضا القنوات المجانية ما ودي أذكر أسماء نسوي لهم دعاية رغم أنها مشهورة، لكن مثل اليوتيوب مثل يعني بعض المواقع تأثر بشكل كبير خاصة صحيح. القنوات صحيح. الموجودة، ويمكن عدد المشاهدات يدللك أنه تأثر في تأثير إيه. طيب دكتور محمد بصراحة خلنا نتكلم، التدرج التقني اللي صار عندنا في التعليم في المملكة العربية السعودية، ممكن في البداية سواء الطالب أو حتى المعلم ممكن واجهوا صعوبة في تقبل أو واجهوا صعوبة في التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم التقني، وحتى كان في يمكن صعوبة في التطبيق نوعا ما، أو أنهم يندرجون أو أنهم يتم دمجهم في التعليم التقني. كيف كانت هذه الصعوبة وكيف تم تجاوزها؟ هو طبعا مشاريع التقنية في المملكة العربية السعودية ما بدأت يعني خلال أزمة كورونا، كان في مشاريع جدا سابقة يمكن من التسعينات، إدخال الحاسب الآلي في التعليم كان ثورة يعتبر في وقتها صحيح. معامل الحاسب وإرسائها في المدارس كان أيضا نقلة نوعية، ما كان شيء متعارف عليه أنه يكون في معمل حاسب داخل المدرسة، هذا يعني زرع ثقافة بين البيئات التعليمية، تطورت هذه بتطور الخدمات المقدمة عن طريق الإنترنت. التطور الهائل اللي حادث في الآونة الأخيرة أنا أعتقد له عدة أسباب. أنا أعتقد الثورة التعليمية اللي حدثت في المملكة العربية السعودية والابتعاث اللي حدث قبل 10 سنوات تقريبا أحدث لنا تواجد موارد بشرية على مستوى عالي جدا في جميع التخصصات وخاصة في التعليم، فأصبح لدينا يعني موارد خلينا نقول طاقات شبابية متمكنة في عدة تخصصات ومنها التعلم الإلكتروني من جوانب تقنية ومن جوانب تربوية. ايضا الجامعات وتطورها الاخير اخرجت لنا العديد من المتخصصين في مجال تقنيه التعليم والتصميم التعليمي. رؤيه المملكه 2030 كان لها دور كبير في عمليه توجيه البوصله اتجاه تقييم التقنيات. كل هالامور هذه طبعا ما نستطيع حصرها، لكن هي ابتدات من التسعينات الى الان بالرغم انها كانت بعضها متقطع بعضها متواصل، الا انه كان لها تاثير في عمليه ان الثقافه هذه موجوده. الجزء الاخر اللي هو عمليه الاستخدام، عملية الاستخدام اللي هي أجبروا أو تم إجبار المؤسسات التعليمية على عملية الاستخدام بسبب نعم بسبب كورونا، واللي رب ضارة النافعة كانت جدا مفيدة يعني في عملية إرساء قواعد أساسية الآن لمواكبة أو لتطوير هذا الجانب المهم اللي هو دمج التقنية في العملية التعليمية. يعني جائحة كورونا هل نقدر نقول أنه كان التعليم جاهز ومستعد لما جاءت جائحة كورونا فانتقلنا إلى العملية التعليمية عن بعد؟ نعم. أتكلم عن الجامعات، أتكلم عن التعليم العام بشكل عام؟ أنا أزعم أنه كان مستعد، حتى لو لم يكن في وقتها يطبق هذا الشيء، لأنه كان جميع التجهيزات، الإمكانيات البشرية، الإمكانيات التقنية كلها كانت موجودة، والنتيجة مثل ما أنتم شفتم يعني صحيح. وشاف كان في حجر أساسي مهم في التعليم العام اللي هو تعاون المعلم اللي كان له دور كبير جدا عالي في نجاح التجربة. الجامعات بدأت في دمج نظام إدارة التعلم في مرحلة يمكن يعني قبل التعليم العام، وكانت إلى حد كبير يعني فيها جاهزية عالية. في كثير من الأمور حدثت خلال الجائحة من الاشتراك في بعض المواقع تقنيا، توفير الدعم الفني، توفير المصممين التعليميين لتوفير اللي هو المنتجات التعليمية اللي ترشد المعلمين، ترشد أيضا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لكيفية الاستخدام وطريقة الاستخدام. تقنيا انا يعني ازعم انه بنسبه عاليه جدا، ما ودي اقول 100% اساسا يعني لا يقولون يعني نجامل انفسنا اننا بمجال التعليم، لكن بنسبه عاليه جدا وكما يعني شهدت به جميع الاوساط المحايده انه كتوصيل للعمليه التعليميه خلال جائحه كورونا احنا نجحنا بشكل جدا كبير. ممتاز. وشفنا في الفتره الاخيره دكتور محمد يعني نماذج المعلمين السعوديين كانوا يشرفون صراحة ورفعوا راسنا صحيح. حتى في فترة كورونا يعني كانوا يقدمون المادة التعليمية لطلابهم بصعوبة نقلها، حتى إذا كان مثلا الطلاب كانوا في مناطق نائية أو في قرى نائية، لأنهم ما شاء الله يعني نعم. قدموا مادة جدا عظيمة صحيح. وقدموا رسالة للمجتمع السعودي أنه المعلم السعودي يقف مع طلابه مهما صحيح. كانت الظروف ومهما كانت التحديات. كيف تقيم هذه التجارب اللي انتشرت ما شاء الله؟ هو طبعا بطبع المعلم له دور، أنا من وجهة نظر الشخصية ومن وجهة بعض الاستطلاعات أنه كان له دور كبير جدا في عملية إنجاح هذا الأمر، رغم أنه كل بداية طبعا أنها جديدة يعني في تعثر، يكون فيها أشياء حديثة تحتاج إلى تطوير، يكون فيها أشياء
مثلا تحتاج إلى يعني بعض القواعد والأنظمة، تغيير بعض القواعد والأنظمة، محاولة توفير المرونة للمعلم، المعلم كان يحتاج بعض الإرشادات كيف يستخدمون هالتقنيات بشكل تربوي صحيح، إلا أنه المعلم كان على يعني قدر عالي من الثقة أنه جعل مشروع اللي تبنته الوزارة خلال جائحة كورونا ينجح في عملية توصيل التعليم إلى جميع المنازل تقريبا بنسبة جدا عالية، أتوقع أنها تعدت 98%، وهذا يعتبر نجاح باهر جدا من جوانب تقنية. حتى بعد نكون محايدين بشكل كبير يحتاجون إلى العديد من الجوانب اللي يعني بالإمكان تطويرها لهم، بحيث أنه نرتقي إلى مرحلة أعلى من عملية فقط توصيل التدريس. ظهرت مثل ما أنتم شفتوا في أكثر من وسيلة إعلامية أنه في كثير من المعلمين كان عندهم ممارسات مبدعة، كان عندهم ابتكار، عندهم الإخلاص بتفاني، مع أنهم نماذج يعني من أكثر من تخصص، لكن هذا كان مدعاة يعني للفخر بالنسبة لنا، وحنا كأولياء أمور طلاب كنا ننظر للأمر هذا بشكل جدا إيجابي. طيب ممكن نقول دور المعلم تغير؟ يعني في السابق مثل ما قلنا في البداية أنه كان المادة كلها على المعلم، هو من يعطي المادة، هو من يضع الحدود لهذه المادة. اليوم المعلم أصبحت المادة تأتي جاهزة، حتى أنه أيضا يستخدم الأدوات تأتي جاهزة، قد يكون مواد تعليمية، فيديوهات يستخدمها، حتى أنه مثل ما قلت التعليب المقلوب، الطالب يذهب للمنزل يجد الدرس جاهز، يفهمه، يستوعبه، يجي يبدأ يحل مع المعلم. هل تغير دور المعلم بشكل جذري في الآونة الأخيرة؟ أنا أزعم أنه تغير بشكل جذري. الأطر التنظيرية والتربوية أيضا تؤيد، حتى المعلم بدأ يحس أنه دوره تغير من عملية الإلقاء إلى عملية التوجيه. مركزية المعلم تغيرت. يمكن في ثلاثة أشياء مهمة في عملية التفاعل داخل الصف. إحداث التفاعل اللي صممه المعلم كان في السابق يعتمد عليه في تصميم جميع أجزائه، فكان هو المسؤول عن توفير الأنشطة، هو المسؤول عن التصحيح، الواجبات إلى آخره. الآن تغير دوره وأصبح دور إداري إشرافي. أصبح هناك عاملين أساسيين لابد أنه يجعلهم جزء من هذا التفاعل، يعني يكون الطالب ليس فقط متلقي إنما يكون مشارك في إحداث التغيير، وأيضا التعليمية اللي يوظفها في عملية توجيه الطالب. وهذا طبعا الدور أنا أعتقد أنه في كثير من الـ يعني المشرفين في الميدان تلمسوه بشكل جدا واضح، يحتاج إلى فقط يعني معرفة كيفية تطويعه مستقبلا. لابد أنه المعلمين أو البيئة التعليمية تعرف أنه توجيه الطالب فقط لا يكون توجيه ولا يشرك الطالب في عملية الإدارة. التقنية عندما دخلت في هذه الفلسفة اللي هي مركزية المعلم جعلت هناك خيارات عديدة في عملية الإدارة، فأصبح يستطيع المعلم أنه يجعل الطالب مثلا يدخل في نقاشات جماعية عن طريق الانترنت صحيح. مثلا أو نشاطات ثنائية أو الأنشطة، يتعامل مع الأنشطة الإلكترونية، أو أنه يقدم مثلا يكون محتوى معين من خلال الأدوات المتوفرة، يجاوب على الأسئلة، يكون مشارك دائما فيه. فهذا إحداث التفاعل هو بتوجيه من المعلم اللي تغير دوره صحيح. يعني هو دور المعلم إحداث تغيير بالصف سابقا، هو إحداث تغيير لكن بأدوات حديثة مختلفة. نعم جميل. وأنا أعتقد أنه الخيارات أصبحت بالنسبة له يعني عذرا أكثر أيوة لأنه أصبح عنده أكثر من طريقة أنه يستطيع أن يوصل أو أنه يحاول أنه يحدث هذا التغيير في تطوير الطالب. جميل. وهذه النقطة اللي كنت بسألك عنها دكتور محمد، أنه فعلا الآن المعلم صار بين يعني متطلبات التفاعل الإلكتروني وأيضا التفاعل الحضوري، كيف ممكن يحقق التفاعل صحيح. خصوصا أنه ممكن يصعب عليه، يعني إحنا عندنا أن المراحل الأولية لسه ما زال التعليم عن بعد، ممكن المعلم يؤدي دور هنا ويؤدي دور هنا، فكيف ممكن هو يحقق التفاعل في الحالتين؟ طبعا إحنا عندنا التفاعل هو أساس عملية هو إدارة الصف، يعني المعلم اللي يحدث تفاعل أكثر إيجابي هو المعلم الذي يحدث تغيير أكثر، بمعنى أنه إذا استطاع المعلم أنه يدير التفاعل بشكل جيد ويجعل أغلب الطلاب مشتركين معه أو منضمين معه في عملية إدارة المحتوى أو تصميم المحتوى، فسيحدث تعلم أكثر. يمكن من أهم الأشياء اللي المعلم يحدث فيها عملية التفاعل هي عملية كيفية ربط الدروس فيما بينها، اللي هي التغذية الراجعة مثلا أن تكون مستمرة، الاختبار اللي هو الخبرات السابقة له، المتابعة المستمرة معه، يحسس الطالب أنه دائما في دائرة هذا الحوار التعليمي داخل الصف. فالتفاعل هو حجر أساسي. طبعا إذا نقلنا التفاعل للأمور التقنية يعني يختلف الموضوع تماما. وأكيد لما أستخدم التقنية أنا ما استخدمتها إلا من أجل التفاعل. نعم. يعني أحدث جو مختلف تماما. نعم. مثل ما نشوف التغير اللي حادث اليوم
كل يوم عندنا تقنية جديدة، هو من أجل إحداث شيء متغير لاحظه داخل الفصل حتى الطالب يكون استيعابه أكثر وتفاعله أكبر. لكن إحنا مع استخدام التقنية والتعلم الذاتي، هل ممكن نقول أنه أصبحنا في هذه الألفية أو في هذا الوقت الحاضر ممكن يكون الطالب يستطيع أكثر من قبل أن يتعلم ذاتياً؟ هو مبدئياً المعلم على حسب تصميمه لهذا التفاعل المفترض أنه يجعل الطالب جزء من هذا التفاعل، مما يعني أنه الطالب لابد أن يستخدم مهاراته الذاتية في عملية التعلم، بمعنى أنه يعني ببساطة جداً أنه أنا أرسل، ممكن المعلم يرسل نشاط للطلاب يقول له مثلاً هناك قضية معينة مثلاً تتعلق في مثلاً الاختلاف في مثلاً أركان مثلاً الحج، يقول لا في ناس قالوا كذا، فهو الطالب الآن يحاول أن يبحث عن حل هالقضية اللي تكلم عنها المعلم، فهنا يدفع المعلم بشكل مباشر أن الطالب هو اللي يبحث عن المعلومة ويحاول أن يتعلم ذاتياً من خلال توجيهها للمصادر. طبعاً القضية مو بسهلة، مو بسهلة اللي هو التعلم الذاتي، هو أساس قوي جداً قامت على كثير من أنظمة التعليمية أن المعلم أصلاً يكون عنده اللي هو خصائص التعلم الذاتي من أجل أن يمارس هذا التعلم الذاتي مع الطالب، بمعنى أنه المعلم نفسه هو عنده مهارة التعلم الذاتي لتطوير أساليبه التدريسية أو تحسين أدائه، وبالتالي هذا سينعكس على الطالب. وأنا أعتقد أنه التعلم الذاتي أصبحت مهارة هامة الآن في القرن الحالي، جدا هامة، حتى يمكن في ليس في التعليم فقط، حتى في الشركات وفي يعني الميادين الأخرى. فلذلك يمكن سؤال أحد يعني المشهورين في اللي يملكون أحد الشركات، فقال أنا أجيب موظف يستطيع أن يحل المشكلات ويتعلم ذاتياً، وأجيب ما أجيب موظف أنه يجلس في المكتب ويعني يتورط يقول لي أنا ما أقدر أسوي شيء. فهذا التعلم الذاتي المفترض أن يكون مبني من الصغر في توجيه الطالب إلى المداخل. طيب إذا صارت المشكلة إيش تسوي؟ أنا أوجه الطالب اقرأ في المكان هذا، روح اقرأ كذا، سوي ملخص كذا، افعل كذا. فتوجيه المعلم له يحقق هذا التفاعل. طبعاً التعلم الذاتي عن طريق التقنية أصبح أسهل، صحيح، لأن الآن ليس على المعلم أن يشرح كل شيء، لا، أنت أرسل له ملف أقول له طب شوف الملف هذا هل تجد فيه غايتك، هل تجد فيه حل، طب شوف المقطع المرئي هذا هل يعني هنا التصميم التعليمي في إدارة التعلم الذاتي عن طريق التقنية جدا هامة في عملية يخليه مستمرة أيضا حتى يكون نعم التعليم مستمر بالنسبة للطالب. ممتاز. والجميل دكتور محمد يعني أنه عندنا بعض الطلاب والطالبات ما شاء الله لما يكونون هم عارفين أنهم هم عندهم خلفية تقنية عالية جدا ومميزة جدا ما شاء الله، يحاولون توظيفها أو يحاولون مثلا يدخلون في المسابقات اللي تأهلهم مع متنافسين يكونون ما شاء الله يمكن أعلى منهم مستوى، فيتم تبادل الخبرات فيما بينهم. يعني شفنا ما شاء الله في الفترة الماضية علي وأيضا دكتور محمد أنه الأمن السيبراني ما شاء الله تميزوا فيه شبابنا وشاباتنا في مختلف المسابقات التقنية اللي تكون مثلا على مستوى دولي أو عالمي، نشوفهم ما شاء الله لهم حضور جميل جدا. فالحلو أنهم هم مدركين ما شاء الله للمهارات اللي يمتلكونها وعرفوا كيف يوظفونها. طبعا فكيف تقيم هذا الجانب دكتور؟ طبعا هو هذا أكيد مخرجات التعليم اللي هو طلابنا وطالبات. هنا أحد المعايير اللي هو الاستراتيجية في التعليم أنه المنافسة العالمية، واللي حادث هذا ما هو إلا نتاج اللي هو الإدارة اللي داخل الفصول. في كثير من الأمور أو كثير من المهارات يعني أو باختصار من الصعب أن المعلم يعطي الطالب كل شيء، صحيح، مستحيل. لذلك أنت كمعلم تفتح لها الباب أو تفتح لها الطريق وهو يطور نفسه. يعني أنا أتذكر عندما كنت معلم مثلا كان هذا قديم يعني ما ودي أذكر السرعة أساس ما تقولين كبير، لكن كان في طالب في ثاني متوسط كان عنده منتدى كامل يديره يعني من اي نعم، وكان يعني يعني كل اعضاء هيئة التدريس وقتها او في المعلمين احنا تفاجئنا يعني في وقتها العام هذا بودي اذكره، بس كان جدا مميز. هذا لو كان وجد نفس البيئه الحاليه في عمليه مصادر متعدده انا اعتقد كان وصل الى مراحل جدا اعلى من انه يدير منتدى صغير. جميل. ونفس الامثله موجوده عندنا، صحيح، في التعليم. اذا التقنيه هي تفتح المجال للمبدعين وايضا تطور اللي عندهم محدودية في المعرفة بحيث أنه تفتح لهم أفاق أخرى. ممكن أيضاً تضمن استمرارية؟ طبعاً 100%. كيف؟ طبعاً التعلم مدى الحياة الاستراتيجية اللي أعلنتها المملكة العربية السعودية قريباً جداً هامة وتعتمد عليها كثير من الفلسفات، ما ودنا يعني ندخل في العمق. باختصار عشان نختم بس. طبعاً التعلم الذاتي هو ركن أساس في عملية التعلم المستمر، بمعنى أنه المفترض أن المؤسسات التعليمية أو المدارس أو الجامعات أو جميع المؤسسات اللي هي التربوية أو التدريبية أنها تجعل هناك بيئة خصبة للطلاب وللمعلمين ولأي كان باستمرارية تعليمه في أي وقت في أي زمان بغض النظر عن أي عوامل أخرى.
لم يعد التعليم الآن يعني مرتبط بزمن معين أو شروط محدودة، لا التعليم مستمر. وهذه على فكرة يعني في أعتقد في الألفية 2001 هذه اعتمدت هذه النظرية في أحد في دولة كوريا الجنوبية، واللي تشوف يمكن نشوف أثرها الآن في عملية الإبداع في عملية الصناعة، أنك أنت إذا جعلت التعلم مستمر فأنت فتحت الباب للمعلم يطور نفسه، إلى رواد الأعمال تطوير أنفسهم، الطلاب لتزويد معارفهم تطوير مهاراتهم. صحيح. فالباب جدا أكبر من أنه يكون عملية أكيد. فقط تعلم داخل صف أو داخل حدود صف. أكيد. طبعا المعلم هو ركن أساس في عملية زرع هذا للنشأ منذ البداية إلى مراحل الجامعية وما بعد المراحل الجامعية. يعطيك ألف عافية على حديثك وحضورك. شكرا لك دكتور محمد الحجلان، أستاذ مشارك في إدارة الجودة في التعلم الإلكتروني بجامعة الملك سعود، يعطيك ألف عافية. شكرا. الله يعافيكم لكم. شكرا لكم. طيب أعزائي مشاهدينا، تبوياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال بقية فقراتنا المميزة. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل القصير، تعد مشكلة التلعثم طبيعية في مرحلة تعلم الأطفال للكلام، ولكن في بعض الحالات يصبح هذا التلعثم حالة مستمرة إلى مرحلة متقدمة من العمر. أكيد، وهذا ما يعرف بالتأتأة أيضا التي قد تؤثر على الثقة بالنفس عند الطفل وحتى على التعامل مع الآخرين. وفي الإطار اليوم رح نتعرف معكم مشاهدينا على الطرق الصحيحة للتعامل مع الشخص المتلعثم. نتابع حديث الأخصائي حسام بعظيم ونعود لكم. أخواني وأخواتي من المدرسين والمدرسات، إذا في يوم من الأيام مر عليكم طالب يكون متحمس جدا للإجابة ولكن لمن يوقف يجاوب كلماته ما ترضى تخرج، أو إذا طلبنا من طالب أنه يكمل قراءة في الفصل وبالرغم أنه مجتهد ومحضر الكتاب ومتابع معانا إلا أنه كلماته ما رضيت تخرج، أو أسمع لأي طالب لأي مادة من المواد المحفوظة وبالرغم أنه هو يقول أنه هو كان حافظ ومتقن إلا أنه لما يجي يتكلم كلماته ما ترضى تخرج، ففي الغالب هذا الشخص عنده مشكلة التلعثم. كيف إحنا نقدر نتصرف في هذه الأمور؟ أولاً لازم أطمن الطالب بأنه خذ وقتك لا تخاف. ثانياً لازم نحافظ على تعابير وجهنا مريحة حيث أنه الطالب يشعر أنه فعلاً يقدر يأخذ وقته. ثالثاً لازم ما نقاطع الشخص ولا نكمل عنه كلماته. رابعاً لازم أشجعه على المحاولة وأبين له أنك أنت قاعد تسوي مجهود مرة كبير، وبعد انتهاء الموقف أشيد باللي هو سواه. خامساً لازم أراقب الفصل ككل بحيث إذا كان في أي شخص يضحك أو يعلق قد تكون هذه دلالة تنمر تمارس على هذا الطالب. وبعد هذا كله لازم يكون في تعاون ما بين المدرسة والأسرة، ولازم تنبيه أنه قد يكون في حلول عند أخصائيين التخاطب وإيش الطرق الأفضل للتعامل مع هذا الشخص، ويجب أن تكون بيئة المدرسة وبيئة المنزل مريحة جدا له بحيث نتقبل وجود هذه المشكلة، لأن التاتا هي مشكلة فقط في الكلام، فيما عدا ذلك المتاتا زي أي أحد آخر. لازم نتقبل كلامه، ما نكمل عنه كلامه، ما نقاطع كلماته، ما نحاول نساعده بحجة أنه أنا قاعد أساعده بأن أنا أكمل كلماته. لازم أنتظره وأعطيه حقه ووقته الكامل. شكرا للأستاذ حسام على هذه النصائح، وفعلا هي مشكلة تحتاج إلى حل مبكر، فكثير من أولي الأمور يعانون من صعوبة في التعامل مع أطفالهم عند اكتشافهم صعوبة التحكم بالكلام أو تأخر النطق. وأنا أؤكد هنا أن الوالدين فعلا لهم أثر كبير في التعامل مع الطفل المتلعثم عن طريق دعمه وقبوله والابتعاد عن السلبية، هذه أكبر نقطة قد تؤثر في هذا الطفل. صحيح، وإحنا في عين التعليم علي نحرص أننا نوفر التوعية
الكاملة للأم والأب بحيث أنهم يعرفون كيف يتعاملون مع هذه المشكلة عن طفلهم، يجنبون كثير من العواقب أو يجنبون كثير من التبعات لهذه المشكلة. فبإذن الله أنه الوعي وصل لكم مشاهدينا. من فقرة الإطار ننتقل بكم مشاهدينا إلى جولة في الميدان التعليمي. قصتنا اليوم عن طالب ذوي الإعاقة استطاع بعزيمته وهمته تجاوز كل التحديات من خلال حصوله على درجة الماجستير بجامعة الملك فيصل بتفوق متخطيا كل الصعاب اللي واجهته. نتابع معكم. كيف يمكن للإعاقة أن تتحول إلى إرادة؟ أن تخبر هذه الحياة أن المشي إلى الأحلام يحتاج إلى عزيمة، وأن العزيمة يمكنها أن توصل إلى الهدف، وأن الإصرار قادر على تجاوز العقبات. محمد العثمان يجسد هذه الإرادة ويهزم إعاقة تجاوز عمرها 20 عاماً ويصدر أنموذجاً حياً لقوة الحياة. في بداية دراستي في مرحلة الابتدائي كنت من الأمر الابتدائي إلى الصف الخامس، يعني تسبب إجراء عمليات تصحيح للأذنين. كنت أروح للمدرسة على كرسي متحرك، لكن هذا ما كان عقلي. كنت متخرج دراسياً من أول ابتدائي إلى خامس ابتدائي. بعدها الحمد لله يعني استطعت إني أمشي بشكل عادي وأمارس حياتي بشكل عادي. انتقلت إلى مرحلة متوسطة وأيضاً كنت مجتهد متفوق. مروراً للمرحلة الثانوية الحمد لله استطعت إني أتخرج بمعدل 89. استطاع محمد رغم إعاقته أن يكمل دراسته الجامعية وصولاً إلى مرحلة الماجستير بتفوق وبمعدل مرتفع. وحتى في رسالته للماجستير كان محمد يحمل على عاتقه هموم الأشخاص ذوي الإعاقة. محمد قدم موضوع ليس موضوع فقط علمي، ولكن موضوع يخدم أيضاً فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. محمد بيتكلم عن برنامج الوصول الشامل ودوره في توجيه يعني في جوده الحياه لذوي الهمه او لذوي الاعاقه. وبالتالي محمد يعني حتى مؤمن بقضايا الفئه التي ينتمي اليها والتي نعزها ونقدرها جميعا. هذا الطالب محمد بن فهد العثمان يعني فرض نفسه على لجان القبول، وعملت لهم اختبارات ومقابلات شخصيه، فوجدوا بأن الطالب محمد بن فهد العثمان يتفوق على أقرانه يعني الأصحاء السليمين، ولم تقف إعاقته في سبيل قبوله. بمعنى أننا لم نجامل الطالب محمد في القبول. الملهم محمد العثمان لم ينسى من دعمه ووقف معه حتى وصوله إلى هذه المرحلة. أمي العزيزة يعني هي الداعم الأول، وأسرتي بلا شك أنها هي الداعم الأساسي، حيث أنهم ما عملوني في يوم من الأيام أني أقل من أخواني أو أن عندي احتياجات يعني خاصة. بالعكس المعاملة سواسية معي مع أخواني على نفس المستوى والنمط. وفي نهاية زيارتنا لمحمد وجه كلمات وعبارات محفزة ليست للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بل لكل أصحاب الهمم والطموحات العالية. مهما كانت إعاقتهم، الإعاقة الحقيقية هي نهاية الأمل داخلهم. أشعلوا شموع الأمل داخلكم وأنيروا ضروركم لتحقيق طموحاتكم. هذه الرسالة ليست للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، لأي شخص يعاني من أزمة أو من موقف أنت تستطيع أن تتجاوزه لما هو أفضل من هذا الموقف. إذن الإرادة والإصرار موهبة لا يمتلكها إلا المميزين والمبدعين، وفعليا محمد أكد لنا أنه ما في شيء مستحيل ولا صعب أمام أحلامنا. نتمنى له كل التوفيق والنجاح. أكيد نرسل له تحية كبيرة من عين التعليم علي. ومحمد وأمثال محمد هم اللي يستحقون أنهم يتصدرون أكيد مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. نظير الإنجازات الحقيقية والواقعية والملموسة اللي حققوها، فنتمنى لهم التوفيق جميعا. مشاهدين مكملين معاكم أكيد حلقتنا، لكن بعد الفاصل. ها
هذا البرنامج برعاية شركة تطوير للخدمات التعليمية لتعليم أفضل. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، نرحب بكل اللي انضم معنا الآن لمتابعتنا من جديد، ونذكركم طبعا أننا نرحب بكل مشاركاتكم واستفساراتكم حول موضوع الحلقة على هاشتاج البرنامج عين التعليم. إذن مشاهدينا راح ننتقل معكم لفقرتنا ترند التعليم، واللي راح نأخذ فيها بجولة لأبرز المقاطع في الميدان التعليمي. نبدأ معكم في إنجازات متتالية ونجاحات عالمية برؤية تعتمد على مكان من قوة هذا الوطن العظيم. فقد حققت إدارة تعليم الرياض إنجازا علميا، وذلك بتحقيق 10 ميداليات في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الطلاب الفائزين متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح. إنجاز وفخر للجميع. صحيح. وللوطن، وصلنا نشوف ما شاء الله في السنوات الأخيرة كثير من الإنجازات ما شاء الله اللي فعلا حققوها بناتنا وأولادنا. يعني ما شاء الله تبارك الله في كثير من يعني المجالات التعليمية. ما شاء الله عندك من المعلمين. صحيح. وعندك حتى من الطلاب والطالبات. أكيد. الأولمبيادات الوطنية اللي كانت تقام على أرض المملكة وحتى. صحيح. في الخارج ما شاء الله كانت دائما مشاركاتهم تحظى باهتمام. صحيح. كل دول العالم والمناسبة. صحيح يا عهد، ضروري أنه نأكد أن مثل هذه المسابقات تساهم دائما في تنمية روح التنافس بين الطلاب والطالبات ورفع حصيلة الوطن من الجوائز في المجال العلمي والتعليمي. ننتقل معكم للترند آخر ونتواصل مع الإنجازات الوطنية العالمية للتعليم، حيث تم تكريم الطالب زياد أحمد عبد المتين في جائزة الإبداع العلمي من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين للعمل الإنساني وشؤون الشباب. Not make it with us today is Jian Junhu from China. The second place is Ziyad Ahmed Abdullah from the Kingdom of Saudi Arabia. Ooh. And in third place, Hamad Isa Al Barzouki from the United Arab Emirates. أكيد نبارك لزياد والأسرة زياد تحقيق هذا الإنجاز، والله يوفقه يا رب. أكيد أتمنى للجميع التوفيق الحقيقي ليمثلون هذا الوطن. فعلا لما الإنسان يكون عنده إبداع في مجال معين، حرص على مجال معين، فيشارك في مجالات عالمية أو على مستوى العالم العربي أو الخليجي ويرفع علم السعودية، هذا يشرف الجميع الحقيقة. ومن ترند التعليم ننتقل إلى جولة العدسة مع أبرز المستجدات بإدارات التعليم من جميع أنحاء المملكة. أكيد مركز القصيم العلمي مشروع مجتمعي يسعى لتحسين البيئة التعليمية وتطويرها بجوانبها العلمية والعملية. 140 مليون ريال سعودي هي قيمة إنشاء هذا المشروع العلمي، والذي يسعى لتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار. الغريب علي أن زوار المركز ليسوا فقط من الطلاب والطالبات، بل يستقطب. صحيح. حتى الأسر يقضون فيه الوقت الممتع والنافع لهم. أكيد. طيب خلونا نشوف وياكم أعزائي مشاهدين هذا الفيديو التعريفي اللي يعطينا تفاصيل أكثر عن هذا المشروع، وراجعين لكم. يقع مركز القصيم العلمي على مساحة 47 ألف متر مربع بمعمار راق وعصري، روعي فيه توزيع المدروس لمساحات التشكل والاحتواء. يتوسط عقدها قبة المرصد الفلكي أو البلانيتيريوم، والمسرح ذو قاعة العرض ثلاثية الأبعاد الذي يتسع لـ800 شخص، 9 وحدات علمية تزخر بها أكاديمية محمد شبيل العلمية وتعاد فيها الصياغة التطبيقية للمعرفة، وحدة العلوم الحيوية وعلوم البيئة، وحدة التطبيقات الفيزيائية، وحدة الروبوت
والذكاء الاصطناعي، وحدة الإلكترونيات والاتصالات، وحدة التقنيات الطبية، وحدة الصناعات الكيميائية وتقنية النانو، وحدة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، وحدة الهندسة والرياضيات، ووحدة الفضاء وعلوم الطيران، حيث يقدم المركز أكثر من 150 حقيبة تعليمية في تطوير ذهنية العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات بواقع 5120 مشروعاً تطبيقياً وحوالي 1100 مشروع للتعليم المبكر، يستهدف النشأة والملهمين والموهوبين بكافة أعمارهم وفئاتهم بشراكة مجتمعية رائدة وبرؤية اختزالية وظفت التعليم بالترفيه. أنشأت مجموعة الزامل هذه الواحة العلمية الفريدة بتصميمها التفاعلي والأيقوني المدهش ذات القاعات التفاعلية المتناسبة مع مصادر المعرفة المختلفة وجميع الفئات المستهدفة: قاعة التطبيقات الفيزيائية، قاعة العلوم الحيوية، قاعة الأرض والكون، قاعة النفط والطاقة التي أنشئت بدعم من شركة أرامكو السعودية، قاعة التقنية والاتصالات التي أنشئت بدعم من شركة الاتصالات السعودية، قاعة الحضارة الإسلامية التي أنشئت بدعم من مصرف الإنماء بهدف مد جسر بين الماضي المعرفي المشرق ومستقبل أبنائنا. منطقة ورش العمل والتطبيقات التفاعلية. يمهد مركز القصيم العلمي الطريق للمستقبل لضمان استمرار البحث العلمي والتقني والمعرفي والاقتصادي عالي المستوى في المملكة، ولمقاربة تحول المملكة إلى مجتمع معرفي مبدع وفعال في إطار رؤية 2030، ولدعم الموهوبين المخترعين الشباب في مجالات التكنولوجيا والعلوم والإبداع، ولنشر ثقافة الاختراع والظفر بالبراءات العلمية. هلموا إلينا. مشاهدينا، بعد هذا المقطع التعريفي اللي أعطانا بعض المعلومات، نأخذ معكم معلومات أكثر وتفاصيل أكثر عن مركز القصيم العلمي. معنا عبر السكايب ضيفتنا الأستاذة أمل بن صالح السعيد، رئيسة قسم البنات في مركز القصيم العلمي. أهلا وسهلا أستاذة أمل، حياك الله. أهلا وسهلا أستاذة عهد. شكرا لك أستاذة أمل على وجودك معنا في هذه الحلقة للحديث أكثر حول هذا الحقيقة المركز العلمي العظيم الحقيقة في عنيزة. ودنا بس توضحين لسادة المشاهدين بشكل أكبر وأكثر تفصيل عن هذا المركز. حياك الله أستاذ علي. نعم، مركز القصيم العلمي منشأة تربوية تعليمية جاذبة صممت بتصميم مميز جدا، تقع تحت مظلة التعليم ممثلة بإدارة التعليم محافظة عنيزة. ما يميزها أنها أيضا شراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال من أهالي محافظة عنيزة. يهدف مركز القصيم العلمي إلى تطوير الناشئة من الطلاب والطالبات، أيضا المعلمين والمعلمات في شتى المجالات العلمية، أيضا تنمية مهاراتهم، صقل مواهبهم، تعزيز اتجاهاتهم العلمية، كل ذلك أجل بناء جيل شاب قادر على المساهمة في التنمية والنهضة، أيضا نحقق رؤية 2030. أيضا قائم هو على منهجية STEM وهي دمج العلوم ببعضها البعض. جميل. طيب أستاذة أمل، يعني حابين نعرف معك أكثر، هذا المركز إيش ممكن يقدم للأسرة مع الطالب والطالبة؟ ممكن أكلمكم عن اللي هو الأقسام اللي موجودة فيه مركز القصيم العلمي. عبارة عن ثلاث مباني أو ثلاث منشآت. جميل. لذلك هو يصنف أنه الوحيد على مستوى الشرق الأوسط من ناحية تجهيزاته. فأنا دائما أقول أن الأسرة جميعها تستفيد من مركز القصيم العلمي الزيارة، فأن طالب، طالبة، موظف، أو الأب أو الأم، كل فرد من أفراد المجتمع يستطيع أن يستفيد. لو تحدثت أولاً عن أكاديمية شويلي، أكاديمية شويلي تحوي وحدات تدريبية، كل وحدة من هذه الوحدات التدريبية جاذبة وبتصميم مختلف ومشوق للطلاب وطالبة. أيضاً من ناحية المحتوى العلمي الذي يوجد في
فيها، من ناحية التصميم، من ناحية الأنشطة التي يتعلمها الطالب. لو خبرتكم عن اللي هن وحدات مسميات اللي وحدة الحاسبات المعلومات، جميل، وحدة الفضاء والطيران، وحدة الذكاء الاصطناعي، وحدة التطبيقات الفيزيائية، وحدة العلوم الحيوية والبيئية، الإلكترونيات والاتصالات، الكيمياء وتقنية النانو، العلوم الطبية التطبيقية، جميعها جاذبة خصوصا للفئة العمرية اللي هم الطلاب والطالبات. يعني الفئات المستهدفة ليست فقط الطلاب والطالبات، يعني ممكن نقول أيضاً معلمين الحاجة. ممكن مواطن من المجتمع، أي واحد ممكن يدخل المركز. نعم، هذا بالنسبة لي. أيضا لدينا لوحة الزامل، هي أشبه بمتحف علمي. هذا المتحف العلمي لوحة الزامل مقسم إلى 6 أجنحة، كل جناح يحتوي على عدد من المعروضات العلمية، وكل جناح ممكن أقول لكم حكاية علمية يستمتع فيه جميع الأسرة. الأجنحة الموجودة عندنا جناح النقل والطاقة، جناح التقنية والاتصالات، الحضارة الإسلامية، الأرض والكون، الإنسان والحياة، الفيزياء وتطبيقات. أيضا بالإضافة إلى عارض على حسب الفعاليات والمناسبات والأيام العلمية متجددة. جميل. الزائر إن كان أسرة أو الأسرة عموما إذا أعلن عن هذه المناسبات والفعاليات العلمية تأتي الزيارات. جميل، ممتاز. أيضا خلال الفترة الماضية كان هناك فتح زيارات في مناسبات علمية مثل المعرض المؤقتة، مثل معرض الصوت والذكاء الاصطناعي، اليوم العالمي للمراكز والمتاحف العلمية. جميع هذه الفعاليات، أيضا اليوم العالمي للعلم، كان هناك توافد ما شاء الله الله بأعداد كبيرة جدا، ما شاء الله. أكثر من 1000 زائر يوميا. جميل. طيب أستاذ أمل، يعني إحنا دائما لما الواحد فينا يبذل جهد أو يقدم جهد، المجتمع يحب يسمع ردة الفعل من المحيطين فيه. ردود الفعل اللي كانت توصلكم من مرتادي المركز ومن الزوار كيف كانت؟ بإيش تتمثل؟ والله ردود مختلفة. يعني إذا قلت لكم إن الطلاب والطالبات أثناء التدريب بالوحدات التدريبية في فترة الاستراحة، إذا قلت لهم يلا الآن فترة الاستراحة وتناول سناك وجبات خفيفة، يقولون رح نجلس ونكمل مشاريعنا. الأهالي أيضاً عملية التسجيل يعني تزدحم أثناء الفعاليات بالنسبة لوحدة الزمن والأجنحة، لأنها ممتعة جداً وما يمل اللي هو المجتاد. الأسرة تأتي، الأم والأب والأخوان والأخوات، وتناقشون حول المعروضات العلمية المثيرة. جميل. هل لديكم تطلعات في هذا المركز أستاذ أمل؟ نعم، إن شاء الله لدينا اللي هو المبنى الثالث تكلمتكم عنه، المبنى الثالث اللي هو سمينا بالعقل والتوجه العلمي للطلاب والطالبات. أيضا نهتم بصحة الطلاب والطالبات. هناك صالة متعددة الأغراض، راح يكون فيه إن شاء الله نادي رياضي، مسبح، راح يكون فيها أي صالة للفعاليات العلمية إن شاء الله العالمية، أو التي تتم على المنطقة أو المحافظة. أيضا بإذن الله نسعى إلى واحة الطفل، وراح نهتم بالطفل. أنا دائما أقول من عمر شهرين إن شاء الله إلى أبو 100 سنة يستفيد من مركز القصف العلمي، راح يكون مستقبلا إن شاء الله حتى قائمة على منهجية STEM. فنرعى اللي هو الفرد في المجتمع عمر شهرين إن شاء الله، إلى أن نحضره ونرعاه علميا إلى أن يكون فرد حدد وجهه العلمي، أيضا ينفع المجتمع ينفع وطنه. أكيد. شكرا لكم على جهودكم في هذا المركز، وشكرا لك أستاذة أمل على تواجدك معنا عبر السكايب. الأستاذة أمل بن صالح السعيد، رئيسة قسم البنات في مركز القصيم العلمي، يعطيك ألف عافية وموفقين بإذن الله. بإذن الله، شكرا لك أستاذة أمل. إذن إلى هنا أعزائي المشاهدين والكرام، وقبل ختام حلقتنا وصلنا للجزء الممتع وهو سؤال الحلقة، وراح نأخذ إجاباتكم من خلال مشاركتكم على حسابنا في تويتر وأيضا على هاشتاغ عين التعليم. سؤال أكيد. اليوم أكيد السؤال كم عدد قنوات دروس عين التعليمية؟ 18 قناة، 24 قناة، 25 قناة؟
طبعا السحب بيكون في الحلقة الجاية بمشيئة الله تعالى على هاشتاج البرنامج وفالكم الفوز بإذن الله. بإذن الله. وبكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم، كانت حلقة مميزة ومليئة بالفقرات المنوعة والمواضيع المختلفة وقصص النجاح وتجارب وغيرها الكثير والكثير في هذه الحلقة المليئة. أكيد شكرا لك علي، وشكرا لكم متابعينا على حضوركم معنا في حلقتنا اليوم. لقانا في الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد في أمان الله.